ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن بيل والاشعارات، وروحوا على الفيديوهات التانية اعملوا لايك وشير وسبسكرايب كل حاجة. Hey guys, welcome back to my channel. النهاردة هنعمل ميك اب للبطاقة، هيبقى ميك اب خفيف وهيكون ميك اب قدام الكاميرا، يعني هنركز كل حاجة على تفاصيل وشنا والشيب بتاع الوش. غايبين هذه الفترة وما نزلناش اي فيديو because ثانوية عامة كان عندي امتحانات دراسة وحاجات، فعشان كده ايه غايبة هذه الفترة الطويلة. هرجو منكم الدعاء لل شوف شاي اخضر كمان عشان احنا في الشتاء بقى والتقشف والحاجات دي. نايس 2020 دي اوبا كآبة اوبا كتاب. فهنعمل النهاردة ميك اب بسيط وسيمبل جدا، المفروض ما ياخدش مننا وقت. انا هدردش ونعمل حاجات كتير كتير. نطب وشنا بس كده. نسيت اقول thank you لل 90 سبسكرايبرز. الناس في 2020 وصلت لمليون وانا عايزين 90 سبسكرايبرز. هي جويز معاكم ايه السنة الجديدة؟ انا السنة الجديدة صراحة يعني الدنيا ماشية بظهرها وحطت عليا. اوكي اقول لكم على تريك انا بعملها في رسم حواجبي، بستخدم مزيل ده من نيفيا، بحط نقطة بس على الغطاء بتاع أناستازيا دي وبعدين يبقى زي السائل كده فاهمين، فعشان هو يعني زي ما تقول كده تقيل قوي فده بيخففه شوية ويخليه سهل في الرسم. If that make any sense. اوكي نجيب الفرشة بتاعتي وادمج بقى كده واحط وادمج واحط وادمج خالص كده خط خالص، يعني حرفيا كده انا خلصت كده خلاص اترسمت من بالنهاية بس انا من قدام وخلاص. الفاونديشن ده من ميبيلين وهدمج معاه الفاونديشن ده من ويت اند وايلد، استخدمهم بس تحت عينيا وعشان انضف الحواجب بس. اوكي يعني مش هحطه على كل وش. جدا ان انتوا تعملوا يعني ترجوا الفاونديشن قبل ما تحطوه او قبل ما تستخدموه. تمام حط كده على ايه كف ايدي ده كف ده ولا اسمه ايه كف ايدي ده ميبيلين وده ويت اند وايلد كده يب كده يب. بعدين احدد الشيب بتاع الحواجب بتاعتي هنضفها بده. هدمج الباقي ده اوف كاميرا وارجع لكم. تنسوش لو عايزين تشوفوا نتيجة الصورة تمام على انستجرام ادس هايدا. خلصنا فاونديشن وقلنا مش محتاجين فاونديشن عشان اوريدي انه هيبقى الصورة هتبقى فيها اضاءة عالية، هيبقى وشك فاتح اوريدي وبيعملوا كده بلورينج على الوش عشان يخبي كل العيوب. هنستعمل باودر سينا هستعمل بيبي جونسون جونسون ده الاطفال. دي بودرة شفافة ف مش هتبان خالص. المهم الحركة اللي انا بحب اعملها ان انا بحط البودرة دي على حواجبي تمام، نفس البودرة دي احطها كده افضل ثابتة لمدة يومين تلات ايام لحد ما اشيلها. طبعا مصوراتي بيشوفي في البيت عندك اعملي قبل ما تروحي اعملي فلاش على الباودر دي وشوفي هل هيعمل فلاش باك ولا لا. فلاش باك اللي هو بتلاقي كده هجيب لكم صورة للناس عندهم فلاش باك من السنين. نصيحة هنسيب الباودر لمدة دقيقة بعدين نشيلها على طول بس كده عشان ايه مبقاش حرفيا عاملين زي الدقيق. استخدم البرونزر ده من ميك اب ريفولوشن زي كده فلافي وتكون كبيرة تكون اسهل تحط بيها البرونزر. تيجي عند الحتة دي بتاعت الخد تعملي دوائر لما تدخلي على جوه. باخد بودرة كده على البيوتي بلندر بتاعتي وعمل خط تمام نفس الحركه بالخد كي وبشيل الباودر اللي انا حطيتها دي وخلاص. اعمل الكونتور للنوز بتاعتنا ذاتس ات. دي من اربن ديكي اسمها نيكد التيميت بيسكس. دي دايما بستخدمها اول بلد جبتها في حياتي، يعني كانت هديه من ماي موتا مازر. هنعمل تحديد للعينين بقى كده هنعمل يعني بس هنحط برونزر او اي لون بني بس في نهاية العين عشان تسحبها بما ان انا عايزة صغيرة فانا عايزاها تتسحب شوية.
هلايتر اللي انا استخدمه من سليك ده بستخدمه في كل فيديوهاتي. اوكي هحط بوب نوز. اوكي هناخد فرشه صغيره كده ونحط على نحط نفس الهايلايتر على الجفن بتاع العين وعلى الكورنر بس عشان يفتحها كده ويبين ان انا صاحيه وكده. اجيب كده look at this highlighter man. I love my highlighter. I love it. انا استخدم البلاشر ده من نيكس. هو لونه مش مشي يعني ده احسن لون تحطوه هايلايتر تحطوه كبلاشر. اي مرطب انتوا بتستخدموه للشفايف. ماسكارا استخدم الماسكارا دي من برجوا الماركة دي من اللي هي كده يعني ايه بتلف وتدور وتعمل. المهم ممكن تنهي عامة الميك اب ده بس على ماسكارا وخلاص روج وخلاص او حتى جاست ليب جلوس او مرطب زي ده وبس خلاص كده الميك اب خلص. او ممكن تعمله زيه وتحط رموش which is افضل بيكوز الرموش بتكبر العين بتخليها شكلها حلو خصوصا في التصوير. ف انا بحب احط رموش فهحط رموش بس لو هتحطه بس ماسكارا تحطه بقى كتير كذا طبق. اوكي هحط البلاينر ده من فلورمار او 239. الرموش اللي هتكون قصيره من قدام وطويله من ورا بس عشان ايه تكبر وتسحب عيني اكتر. كمان لازم لما تشتروا اي رموش لازم تقصوها على حسب كبر عينكم. طبعا انا عيني صغيرة فالرموش لما بجيبها بتكون طويلة فلازم اقصها بعدين عشان نشوف هل المقاس هل محتاجة قص او لا. بشوف كده المقاس على عيني كده تمام. فهعملها اوف كاميرا وارجع لكم. هي دي شكل الرموش. معلش الاضاءة بس عشان هي فوق والموبايل تحت فايه فعاملة هذا الشكل بس. هو ده الميك اب وهي دي شكل الرموش. وهحط التانية وارجع لكم. dance for me dance for me dance for me. هاي كده خلصنا. طبعا ممكن تحطوا على ساب او اي حاجة تانية تاريكو رموش. ازاي هي الرموش طبعا الاضاءة يا جدعان بصوا هي من فوق هرجع لكم ورا شايفين. المهم فشلت زي معاكم. باي جايز اشوفكم في الفيديو الجاي.